السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثامنة مباشرة إلى أبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية للتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بلبنان، إجلاء أزيد من 300 رعية جزائري من لبنان إلى أرض الوطن. وعلى أرض لبنان، الاحتلال الصهيوني يكثف عدوانه الغاشم ليمتد إلى العاصمة بيروت. وبفلسطين المحتلة، الاجتياح البري الصهيوني يخلف أزيد من 220 شهيداً. تماشياً وسوق العمل والتحولات الرقمية الحاصلة، تخصصات مستحدثة وتكوين نوعي يستقطب الشباب. العينة في ثمينة اليوم من ولايتي معسكر والجلفة. والكتب الجامعي الجديد بسوق هراس، طفرة نوعية تضمنها الهياكل والتخصصات الجديدة. في الذكرى 49 للوحدة الوطنية، القضية الصحراوية تكسب المزيد من الدعم والمساندة على الساحة الدولية. وفي منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي بإسبانيا، مرافعات من أجل نصرة القضية العادلة. وبالمغرب، وضع اجتماعي يزداد تأزما في ظل فساد وتغول النظام المخزني القائم اقتصاده على ريع المخدرات. أهلا بكم إلى تفاصيل ثمينة اليوم. بداية وتجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمين بلبنان، ونظرا لظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على هذا البلد الشقيق، وصل صباح اليوم 306 رعايا جزائريين إلى مطار الجزائر الدولي. تفاصيل العملية في هذه التغطية لمالك الرحمن. بمطار هوارب مدين بالجزائر العاصمة، حطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 306 من الرعايا الجزائريين يعودون إلى وطنهم بعد تأزم الأوضاع الأمنية في لبنان. نحب نشكر رئيس عبد المجيد تبون والسلطات الجزائرية اللي ساعدت أنه تجيب الجالية من لبنان. طبعا أنا عشت الحرب 2006 ولا مرة الجزائر تخلت عن أبنائها في الغربة، يعني كنا بوضع مرعب، يعني وضع لا يوصف، يعني يخافوا البلاد بزاف. نشكر الطقم الجزائري، السفارة الجزائرية اللي دائما تسأل عنينا بالمساعدات. الحمد لله العودة، ورانا الطاقم تاع راجيرية يعني يطلعوا فينا ما شاء الله. الشعب الجزائري والرئيس دائما قلبه معنا، عارف كيف؟ مع انه صعوبة كثير الخروج من لبنان، صعوبة كثير. هي العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في شهر أوت المنصرم. وبتنسيق محكم تواصلت عملية الإجلاء هذه المرة من مطار بيروت نحو مطار القاهرة ثم الجزائر. شكراً لسعادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليسر هذا الإجلاء بالظروف الصعبة. نتشكر بزاف الدولة الجزائرية بكل الوزارات وبكل المبادرة الطيبة اللي عملتها مع الشعب الشقيق لبنان، ونحن ذروك وصلنا على مطار ألجي وهم بادروا بهذه المبادرة الطيبة ونحن نتشكرهم كثير. أنا لبنانية، زوجي جزائري، مقيم في الجزائر مع بناتي. الحمد لله، يعني دولة الجزائر اهتمت فينا، مش بس الجزائريين، حتى أنا يعني زوجي لبنانية وعطوني يعني الجزائرية. تجسيدا لتعليمات سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم تنصيب على مستوى وزارة الخارجية الأولى منذ الوهلة الأولى لعملية العدوان الإسرائيلي على غزة وضع خلية أزمة، تكفلت بدراسة أوضاع جالية وطنية بكل المنطقة، حيث تم التواصل مع سفارتنا بالقاهرة، ببيروت، وبدمشق، وبعمان، على أن يتم
تتبع عن كثب لأوضاع الجالية ودراسة جميع المخططات لإجلائهم إن اقتضت ضروري ذلك. هذه هي الجزائر تتكفل بأبنائها وتقدم يد العون لهم، وتأمل بصدق أن تشهد الأوضاع في لبنان وفلسطين انفراجا قريبا ويعود الأمن والاستقرار إليها. وعلى أرض لبنان وسع الاحتلال الصهيوني عملياته في البلاد، مما أسفر عن استشهاد 28 شخصا على الأقل وإصابة 113 آخرين خلال ساعات الماضية، فيما قضى 18 شخصا آخر في مجزرتين بالبقاع. إكرام قاضي في المزيد. شوارع فارغة ومباني مدمرة، هكذا هو واقع ضاحية الجنوبية لبيروت، وكأن سيناريو غزة يلوح في لبنان. بحصيلة ثقيلة ارتقى خلالها أزيد من 20 شهيدا وما يفوق 100 مصاب إثر غارتين شنهما الاحتلال الصهيوني وسط العاصمة بيروت. ذرائع وهمية يتحجج بها العدو الصهيوني بوجود مخازن أسلحة بالضاحية الجنوبية، فلا تزال المنطقة تشتعل بين المقاومة وقوات الاحتلال التي وسعت من نطاق حربها واستباحت جغرافية جديدة في البلاد. استهدافات ممنهجة للبنية التحتية من طرق وجسور ومرافق مدنية في القرى الواقعة على طول الحدود اللبنانية، ما يعكس سعي الاحتلال الصهيوني إلى تحقيق استراتيجية خبيثة للتوغل أكثر والاستيلاء تدريجيا على المزيد من الأراضي بالمنطقة. المقاومة بدورها تواصل عملياتها ضد جنود الكيان وآلياته على أكثر من محور، حيث تم القضاء على أزيد من 20 جندي صهيوني وتدمير عدد من الآليات برشقات صاروخية خلفت أيضا عددا من الجرحى في صفوف الاحتلال. عمليات إذا جاءت عكس توقعات الكيان الصهيوني، فالدخول إلى لبنان ليس كالخروج منه. والاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي بالأراضي الفلسطينية المحتلة ليستشهد اليوم 10 فلسطينيين ويصاب آخرون في قصف صهيوني على شمال ووسط غزة، فيما تم انتشال جثامين 4 شهداء من عائلة واحدة عقب ارتقائهم في غارة جوية. وفي مخيم جباليا 3 شهداء وعشرات الجرحى حصيلة غارة صهيونية على منزل بالمخيم، واستشهاد سيدة وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا. إلى ذلك خلف الاجتياح البري الصهيوني على شمال القطاع خلال 7 أيام أزيد من 220 شهيدا، فيما يستغيث آلاف الفلسطينيين القابعين تحت الحصار المفروض المجتمع الدولي لإنقاذهم من الموت والجوع. إلى روبورتاجاتنا الآن، ومتابعة للحركية التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، طفرة نوعية في ميدان المرافق البيداغوجية والبحثية بسوق أهراس من خلال استلامها لهياكل جديدة تضم 8000 مقعد بيداغوجي تضمن تكوين نوعي في تخصصات مستحدثة، مما يسمح باستقطاب الباحثين والطلبة على حد سواء. المزيد مع محمد زمولي. مرافق جديدة وعصرية استلمتها جامعة محمد شريف مسعدية بولاية سوق هراس، قطب جامعي قوامه 8000 مقعد دخل الخدمة بكل مرافقه وتجهيزاته، لتتعزز خارطة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه التحفة المعمارية. كانت خلال سنوات كثيرة أنهم يبعثوا الطلبة إما للجامعة في عنابة ولا في تبسة وإلخ، كذلك يعني بدأت أنه كاين طلبة أخرين يجي يقروا عنا إحنا من خارج الولاية. تم استقبال حاليا 5000 مقعد بيداغوجي يضم كليتين، ونحن بانتظار في الأيام القادمة استقبال 3000 مقعد بيداغوجي لصالح كلية ثالثة، حيث أنه تم نقل الطلبة والأساتذة من مرفق قديم. القطب الجامعي العصري والجديد سمح بفتح 17 تخصصا جديدا كملحقة الطب والمخابر المتنوعة والنوادي العلمية المتخصصة، إضافة لانفتاح الجامعة على الحياة الاقتصادية.
تم تدعيم جامعة محمد الشريف السعدية بقطب جامعي جديد حمل 8000 مقعد بيداغوجي، أكيد ساهم في تحسين ظروف الدراسة، وكذلك الجامعة شهدت نقلة نوعية في تعميم اللغة الإنجليزية خاصة مع مركز مكثف للغات. تطور ملحوظ وتحسن ملحوظ من جميع النواحي، سواء في إضافة تخصصات جديدة أو ملحقة الطب، هي زيادة للجامعة وللولاية. فتحت المجال أمام الطلبة للنوادي الجامعية من أجل اكتشاف مواهبهم، ولعل أبرزها فضاء الطالب الذي يدعم المؤسسات الناشئة. وتم فتح 12 قسم جديد، أيضا 17 تخصص بالإضافة إلى ملحقة الطب. أيضا في الجانب التأطيري، منذ العام الماضي إلى هذه السنة استفادت الجامعة من 156 منصب تأطير خاص بالأساتذة تبقى لتوجيهات الوصاية وأيضا توجيهات الجهات العليا للبلاد. أصبحت الجامعة الآن مندمجة بشكل كبير جدا مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي. هذا وقد تمت رقمنة الجامعة بشكل كامل، وبفضل منصاتها الرقمية تم دعم مرئيتها على مستوى الفضاء الأزرق. وصناعة السيارات تخصص مستحدث بالمدرسة التقنية متعددة التقنيات موريسودان بوهران، الذي يواكب من خلاله رؤية الدولة في تجسيد صناعة ميكانيكية حقيقية بكفاءة وطنية. التفاصيل مع نوال اسماعيل فرج. صناعة السيارات تخصص جديد يكتسي أهمية كبرى تتدعم به الجامعة الجزائرية في خطوة منها لمواكبة المحيط الاقتصادي للبلاد. فبقسم الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات موريس أودا بوهران، ورشات ومخابر متخصصة تلقن الطلبة أبجديات الصناعة الميكانيكية. على مستوى الورشة غادي تكون عندك فرصة باش تشوف البارتي الحقيقية من مهنة مهندس، تقدر تمانيبيلي لي ماشين، تعرف لي جارغون سيونتيفيك تاع لي ماشين، تقدر تعرف شاك بياس كيفاش تخدم بها، وهذه اللي هي اللي غادي تسيبها في الاندستري. في المخبر كما راكي تشوف في التجربة، هذه هي تجربة من خلالها نتعلموا كيفاش نستخلصوا البنزين من مواد كنفايات اللي تكون ديما متاحة، كنفايات المنزلية، بقايا الحيوانية. كما في التجربة هذه نستخدموا الزيت من بقايا شركة تونا. فالجامعة أضحت تشكل أرضية خصبة توفر تكوينا أكاديميا يشرف عليه أساتذة متخصصون يتماشى ومسعى الدولة لتحقيق اقتصاد قوي. على مستوى الورشة طالب هنا يدي المبادئ الأساسية في التفريز والخراطة والتلحيم، وحتى لماشينا كومون نيميريك، صدر تكنولوجيا جديدة. نحاول تكوين الطلبة و تلقينهم على كيفية تحويل الزيوت المستعملة حيث تحول إلى بنزين، ثم يتم من بعد ذلك تغذية الآلات الحرارية مثل محركات السيارات بهذا البنزين. المدرسة المتعددة التقنيات تواكب الحدث وترافق في التكوين بالنسبة للشركات من أجل تكوين الإطارات الغد من حيث مجال الشغل، ومن حيث توفير يد عاملة كفأة من أجل الاندماج إلى عالم الاقتصاد. هو تحول مدروس ضمن رؤية استراتيجية لتجسيد آفاق مستقبلية واعدة لصناعة ميكانيكية محلية حقيقية. وضمن هذا النسق، تعد مراكز التكوين والتعليم المهنيين خزانا حقيقيا للطاقات الشبانية المؤهلة التي تلعب دورا أساسيا في إعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية التي يحتاجونها لدخول سوق العمل ودعم قاطرة الاقتصاد الوطني بيد عاملة مؤهلة. العينة في النشرة من مراكز التكوين بولاية الجلفة مع محمد شوقي بونيف. بهدف تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنامية بالبلاد خاصة بالجنوب، بعد انطلاق مشاريع استراتيجية هامة كتوسيع شبكة السكك الحديدية والاهتمام بالطاقات المتجددة، فهذه التخصصات
كانت محل اهتمام الطلبة بمراكز التكوين المهني والتمهين بولاية الجلفة. قريت أنا الطبوغرافيا قريتها في الجامعة، كانت نظرية فقط وحبيت نكمل تطبيقي، درت الاختصاص في تكوين تقنية طبوغرافي وبعد زدت تقنية طبوغرافي سام. والطبوغرافي هو العنصر الأساسي في المشاريع. نشفنا الجزائر هذاك مثلا في السكك الحديد، الطرقات، المنجم هذا تاع غارج بيلات هذا، قلنا إن شاء الله كاينه فرص في هذا المجال إن شاء الله. حنا نهتموا أن ندرسوا الطاقة الشمسية كيفاه نخزنوها، كيفاه تخرج، كيفاه تنتج، كيفاه جميع المراحل تاع استخراج طاقة شمسية. وبثاني عندنا هنا كيما لاموارات هذون تتم بدراسة كيما هذه، عندك تنتبه لمستوى المياه، تدرس المراحل تاع استخراج الكهرباء، كاع تينا درسناهم حنايا في المجال هذا. تكوين نوعي ببرامج تعمل على تأهيل جيل جديد من اليد العاملة الماهرة التي تلقت دروسا نظرية وأخرى تطبيقية على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة، هو ما تعكف عليه مراكز التكوين لاستقطاب أكبر قدر من الشباب. تشهد ولاية الجلفة برمجة تخصصات جديدة في هذه الدورة التكوينية. تم التحاق أزيد من 8460 متربص جديد. طبعا الجزائر مقبلة على مشروع ضخم اللي هو السد الأخضر، ارتأينا من خلال هذا المشروع ومزامنة ومواكبة هذا التخصص اللي هو زراعة الغابات، كذلك اختصاص آخر تشهد ولاية الجلفة اللي هو تصليح وتركيب النظارات الطبية، تم برمجته في المستوى الثاني واتبقى التسجيلات مفتوحة إلى ما بعد الدخول بالنسبة لطالبي التكوين والتكفل بطلبات التكوين لفائدة الشباب. فتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق الوطنية باليد العاملة المؤهلة القادرة على المساهمة في المشاريع الكبرى لا يكون إلا بالاستثمار في التعليم والتكوين المهني بالبلاد. ومعاهد التكوين في ولاية معسكر تضمن لشباب المنطقة تكوينا نوعيا للشباب في مختلف التخصصات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل. نوال اسماعيل فراجي ترصد لنا طموح الشباب في ولوج عالم الشغل من خلال اكتساب مهارات التكوين. عبد الرحمن هذا الشاب العشريني لم يثنيه بعد المسافة بين مقر إقامته بوهران للالتحاق بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن دحمان العربي بسيق بمعسكر في سبيل تحقيق حلمه للتخصص في مسح الأراضي أو التوبوغرافيا، أين يتلقى دروسا نظرية وتطبيقية. التخصص يفيدك بزاف من ناحية العملية ومن ناحية الوضع ورفع النقاط تكون دقة. فار اكزومبل هنا عندنا ان بروجي ولا يكون جاي من البيروديتيت ولا يعطيك البلون يقول لك جس دهلي في ارض الواقع، المساحة الطوبوغرافي يكون الدور تاعها هنايا في تسوية الأراضي وبناء مختلف الأشغال. راني نطمح باش ندير منشأة خاصة. تخصص مساحة الطوبوغرافي جد مطلوب على الساحة الوطنية وهو تخصص جيد، راه فيه إقبال معتبر وكبير من طرف المتربصين سواء في الإقامة أو في التمهين. فتخصصات البناء والأشغال العمومية، الفلاحة، الفندقة والإطعام والسياحة على سبيل المثال للحصر، تأتي في قائمة التخصصات التي تعرف استقطاب أزيد من 1000 متربص عبر مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهنيين بمعسكر. عدد الملتحقين هذا اليوم بالقدامى بجدان 13200، كذلك تم فتح فروع منتدبة تجاوز عدده 10 في المناطق النائية التي لا توجد بها مؤسسات التكوينية، في حين نسجل إقبال كبير في بعض التخصصات. والقطاع كان أعطى أولويات الخمسة الموافقة لأولويات الوزارة متمثلة في الفلاحة، الأشغال العمومية، الرقمنة والكهرباء، وكذلك قطاعات لها علاقة بالقطاع الاقتصادي. تكفل بالشباب من خلال التكوين وبعثهم إلى خلق مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة حتى يقحمون في عالم الشغل بكل أريحية وبمكونات ومؤهلات جد مقبولة. التكوين والظفر بشهادة تأهيلية فرصة للشباب الراغب في اكتساب مهارات تمكنه من اقتحام سوق العمل بكل ثقة وتشجع لديه الفكر المقاولاتي.
وري الثرى اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران جثمان الفقيد المجاهد حيممون عضو جيش التحرير الوطني ومن كبار معطوبي ثورة التحرير. الفقيد التحق بصفوف الثورة التحريرية في عمر 18 بالولاية الخامسة التاريخية، وإثر هذا المصاب يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيجة إلى عائلة الفقيد والأسرة الثورية بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان، وأن يتغمده برحمته ويحفه بمغفرته ويسكنه فسيح الجنان. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا وعشية الذكرى 49 للوحدة الوطنية، محطة فارقة في مسار القضية العادلة وكفاح الشعب الصحراوي الذي يرهن على تماسكه أو برهن على تماسكه وقوته في وجه مؤامرات النظام المخزني وتماسكه بحقه في الحرية والاستقلال تحت راية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. جبهة البوليزاريو، عمار تواجين في المزيد. وحدة وقوة صمود الشعب الصحراوي تعد مكسبا حقيقيا في مسيرة نضاله، والذي تجسد في وحدته الوطنية المجابهة لدسائس نظام المخزن المغربي في ثنيه عن مطالبته بالحرية والاستقلال. ويقوي الجبهة ويعينها وتحيا الجبهة على رأسها إبراهيم خالي، والصحراويين متضامنين وجسم واحد واليد في اليد، والمقاتلين احنا على نهجنا ابطال المقاتلين جيش التحرير الشعب الصحراوي. احنا الشعب الصحراوي ايد واحده وجسم واحد، واي صحراوي تضرر من اي مكروه في اي دوله وفي اي بلد احنا الصحراويين من وراه في ايد واحده وجسم واحد وروح واحد. هذا المكسب التاريخي كان صخره صلبه تحطمت عندها كل رهانات نظام المخزن المغربي واطماعه التوسعيه. الشعب الصحراوي هذا الشعب العظيم اللي نعت وحدته، نعت صموده، نعت نوع من أشكال المقاومة والتحدي والصمود. نحن جسم واحد وجسد واحد ومتضامنين معاهم، ونحن ما له ينضر من حد، سياني في الداخل وسياني في العيون وسياني في أي بلد ما جيناه، نحن جسم واحد وجسد واحد. لأن نعتد للمجتمع أن نحن الجسم الصحراوي أينما تواجدنا، سواء في الجاليات موريتان، سواء في أوروبا، سواء في أي بلاصة من تواجد هذا الجسم الصحراوي، عنه من يتطلب عنه يجي. لتحل ذكرى الوحدة الوطنية الصحراوية في ظل مكاسب متعددة حققتها القضية الصحراوية تحت رائدة كفاح الشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. هذا وتحتضن مدينة بلباو بإسبانيا فعالية منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي تحت شعار الشباب يبني جسورا من أجل صحراء غربية حرة، وهي محطة أخرى لرفع صوت الشباب الصحراوي وتسليط الضوء على القضية الصحراوية عبر شباب المشارك من مختلف دول العالم المساندة والمتضامنة مع هذه القضية. مبعوثة تلفزيون لإسبانيا فوزية تاج. منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي في طبعته الثالثة اختار مدينة بيلباو بإسبانيا لتجتمع منظمات دولية وهيئات وأحزاب سياسية من 30 دولة مساندة للقضية الصحراوية في ظل ما تعرفه القضية من تطورات على الساحة الدولية. التزام الشعب الباسكي مع الشعب الصحراوي يمتد لسنوات عديدة ويركز على حقوق الإنسان. نحن نسعى إلى إيجاد حلول سلمية، وهذا ما أظهره الشعب الصحراوي في محاولته لاستعادة وطنه وأرضه وشعبه بالعدالة. موقفنا مع الشعب الصحراوي واضح وثابت ضد انتهاكات حقوق الإنسان. نحن كشعب عاش معاناة الدكتاتورية نبحث عن السلم والسلام وتحقيق العدالة. لقد استطعنا بالتنسيق والتعاون أن نزور مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث وقفنا على واقع وعدالة القضية الصحراوية. حضورنا ضروري في هذا الملتقى لأنه يعكس تمسكنا بعدالة القضية الصحراوية ولمد جسور التواصل والتعاون بين شباب الباسك والشباب الصحراوي الذي يناضل من أجل عدالة قضيته.
تحت شعار شباب يبني جسورا من أجل صحراء حرة ستناقش محاور مهمة في المنتدى، منها النزاع في الصحراء الغربية، حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها المحتل، ومحور حول استنزاف المحتل لثروات الشعب الصحراوي. هدفنا الرئيسي منه هو رسم يعني شبكة يعني عنكبوتية لتضامن مع الشباب الصحراوي، لأنه مع القضية الصحراوية، لأن هذا التضامن ليأتي من الشباب العالمي هو ركيزة أساسية في المجتمعات، وبناء على أن نضمن يعني حركة تضامنية من جميع أنحاء العالم. وهذا واحد من الأهداف الرئيسية. اثنين، الهدف الثاني هو على أنه يعني تعرية يعني المملكة المغربية بأنها على أن الشعب الصحراوي على حق، وعلى حق من خلال يعني دراساته في خلال القانون الدولي، وكذلك ملي نهب ثرواته الطبيعية. يأتي منتدى الشباب العالمي للتضامن مع قضية الشعب الصحراوي هنا ببيلباو تزامنا واليوم الوطني لوحدة الشعب الصحراوي، وكذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت مرة أخرى بطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي حول المنتجات الزراعية والصيد البحري، لتؤكد أن السيادة على الثروات هي ملك للشعب الصحراوي فقط. مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى بيلباو إسبانيا، فوزية التاج. وفي المغرب يواصل نظام المخزن في سياسة المماطلة في الاستجابة للمطالب الشعبية، في جانب من وجه قبيح لنظام فاسد يعتمد السموم والمخدرات موردا أساسيا في اقتصاده المتهالك. المزيد في سياق هذا التقرير لملكة سحقي. بينما تتباهى الأمم بإنجازات عظيمة يخلدها التاريخ تخدم البشرية جمعاء، يطل المخزن المغربي بما يغرق العالم في غياهب التيه بالمخدرات، مفتخراً متباهياً بما تخجل به الدول، بل ويعزز إنتاجه للقنب الهندي بالرفع من مساحة الأراضي بزيادة تصل إلى 9 أضعاف. تقوم مفاهيم الاقتصاد القوي لأي دولة في العالم على أسس ودراسات علمية دقيقة وممنهجة، لكن منطق نظام المخزن يخالف الأعراف وحتى قوانين الطبيعة، ويطبع لنفسه أسساً جديدة لاقتصاد لخصه في الحشيش والمخدرات. فعائدات التصدير الناتجة عن سوق القنب الهندي ستتراوح بين 4.2 و 6.3 مليار دولار بحلول عام 2028، حسب دراسات أوروبية أجريت خصيصاً حول اقتصاد المخدرات وشبكات الفساد في المغرب. فيما قدرت دراسة أجرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة أن الإنتاج السنوي للمغرب من الحشيش يفوق 700 طن، أي ما يعادل قيمة 23 مليار دولار. شكل المغرب لسنوات عديدة مصدر إزعاج كبير وتهديد عالمي باستباحة العديد من دول العالم كوجهة لمخدراته يمرر عبرها سمومه التي تفتك بعقول الشباب وصحتهم، كما تعصف باستقرار المناطق المستهدفة والتي تصبح بؤراً للجريمة المنظمة والإرهاب. الشبكة العنكبوتية من رجال المخزن بين مسؤولين من الصف الأول وشخصيات سياسية وأمنية كبيرة، فضلاً عن رجال المال والأعمال، هم عرابو تجارة الحشيش في المغرب، حقائق فضحتها تقارير إعلامية فيما يعرف بإسكوبار الصحراء، الفضيحة التي وثقت ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات. أكدت أيضاً أن المخزن فتح الملف بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة أمام وجود مذكرات توقيف دولية. يستخدم المخزن المال الناتج عن تجارة المخدرات في رشوة مؤسسات وسياسيين في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لدعم الموقف المغربي من الصحراء الغربية ودعم أجندة المغرب في علاقاته الدولية. وتعتبر أرباح الحشيش والمخدرات واحدة من الصناديق السوداء التي تخدم سياسات الدولة المغربية في الصحراء الغربية، وكذلك في نزاعاتها الإقليمية وحساباتها السياسية الدولية. وهكذا عرف المخزن ببلاده ووضعها في خانة المساومات والبلدان المبتذلة، وبذلك قدم المخزن نفسه في أقبح صور المرتزقة والمافيا في العالم.
في الرياضة، فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الطوغولي بنتيجة 5-1 في لقاء جمع المنتخبين سهرة أمس بملعب 19 مايو بعنابة. قراءة في نتيجة المباراة مع إياد حفظاوي. احتضن ملعب 19 مايو 56 بعنابة مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره الطوغولي وسط حضور جماهيري غفير وأجواء حماسية. محارب الخضر وبمعنويات عالية وتعداد كامل وأسماء جديدة حلت في ضيافة تشكيلة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حققوا الأهم وضمنوا تأشيرة التأهل مبكراً بعد فوز عريض ب5-1 في مباراة كانت معالمها واضحة على الورق وفوق البساط الأخضر. شفنا باللي في الشوط الثاني رجعنا من الفيستيار، صححنا الأخطاء اللي كانوا سيرتو في وسط الميدان كان فارغ، كنا خليهم شوية فارغ في الشوط الأول، صححنا الأخطاء في الشوط الثاني. على المهم احنا ناخدوا الشيء الإيجابي اللي هو أول مرة نسجلوا 5 أهداف، هذا الشيء مهم جدا والفعالية بدأت تجي، خلقنا عدة فرص. ثانيا تلقينا هدف صح، وهناك ما زالت أخطاء اللي لازم نصلحوها في المستقبل، خاصة عندما نلعب مع المنتخبات الكبيرة وفي الدورات الكبيرة. نهج تكتيكي من بيتكوفيتش في الشوط الثاني أثبت أن العناصر الجديدة الوافدة في صورة مازا ستخلف من قدموا للمنتخب في الماضي القريب على أن يصبح مستقبل تشكيلة المنتخب الجزائري في قادم المواعيد. وفي الرابطة المحترفة الأولى تجري في هذه الأثناء مباراة مولودية الجزائر وضيفه مولودية وهران لرسم الجولة الرابعة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وهذا المهرجان الاستعراضي كما نشاهد بهذه الجمالية وبهذه الروعة وبهذه الصورة الجميلة والمعبرة المولودية العاصمية كما ذكرت. هذا واعتلى أولمبيك أقبو صدارة الترتيب مؤقتا بعد فوزه في ملعب 20 أوت بالعاصمة على مضيفه أتلتيك بارادو ب3-1 رافعا رصيده إلى 9 نقاط. وبملعب 20 أوت ببشار تفوق شبيبة الثورة على وفاق سطيف ب3-2، فيما ستستكمل الجولة غدا السبت ب3 مباريات، شبيبة القبائل وضيف النادي الرياضي القسنطيني، فيما يستقبل شباب الوزداد مولودية البيض، وينزل اتحاد بسكرة ضيفا على نجم مقرة، كما أجلت مباراة ترجي مستغانم اتحاد الجزائر وأولمبي شلف اتحاد خنشلة إلى موعد لاحق. إلى نفحات الذكر الحكيم، حيث شرعت المدارس القرآنية بورقلة في استقبال حفظة القرآن من مختلف الفئات العمرية والذين تتزايد عددهم لمدرسة وحفظ القرآن الكريم وفق أساليب حديثة. مصطفى هتات. تعليم القرآن الكريم وفق مناهج حديثة تعنى بالتحفيظ والإتقان بالترتيل هو ما تسعى إليه المدارس القرآنية، ومع بداية الموسم الجديد للتعليم القرآني بلغ عددها بورقلة 48 مدرسة. أبت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بأن ترافق مثل هذه النشاطات المتعلقة بالتعليم القرآني إما على مستوى المساجد أو المدارس القرآنية أو الزوايا أو غيرها من الكتاتيب، فالحمد لله رب العالمين نحن نشهد إقبالا كبيرا على التعليم القرآني، سواء كان ذلك في موسم الفترة أو المدرسة الصيفية القرآنية أم على المدرسة الموسمية القرآنية. المدرسة القرآنية بمسجد أبي ذر الغفاري مكسب جديد تدعم به منظومة التعليم القرآني بورقلة. المدرسة حملت اسم الشيخ محمد بن محمد الأخضر محجوبي أحد أعلام التعليم القرآني والدين بولاية ورقلة. الوالد علم من أعلام هذه الدعوة في مدينة ورقلة وفي غيرها من مدن الجزائر، نحسبه قضى حياته من أجل العلم ومن أجل تعليم القرآن ومن أجل رفع مكانة العلم. الآن مثلا الطريقة القديمة عندنا طريقة الإملاء، هذه يمكن أن تدخل عندنا طريقة مثلا تصحيح التلاوة، عندنا طريقة العرض الجماعي والعرض الفردي التسميع.
وبهذه المناهج الحديثة أصبح التعليم القرآني أكثر تنظيما وجودة في التحكم في مختلف علوم القرآن الكريم، وتضاعف عدد الخريجين من الحفاظ من مختلف الفئات. في المشهد الثقافي وبالمسرح الجهوي عبد الملك بوغرموح بولاية بجاية، افتتحت أمس فعالية المهرجان الدولي للمسرح في طبعته 13 بمشاركة عربية إفريقية وأجنبية، وفلسطين ضيف شرف الطبعة. حفصة جاني. مسرحية لا غبار عليها، حكاية تروي وتنقل قضايا عديدة للشعب الفلسطيني المتمسك بالقيم الوطنية. عرض لا غبار عليه يختص تحديدا في قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وهي قضية شائكة جدا ويتم التعتيم عليها دائما. نحن مهتمون جدا بإيصال فكرتنا للعالم العربي والعالم الغربي أجمع. همنا الأول دائما أن نوصل رسالة الفنان الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، نوصل هذه القضية، نوصل رسالة دفع الظلم عن الفلسطيني والمطالبة بالحرية بكل السبل والوسائل المتاحة. الجمهور تفاعل مع المشاهد التي جسدت معاناة الأسرى الفلسطينيين في سبيل تحقيق الحرية. نزرنا يوث نتفسكر سيدها سواطاس دونك دقذي شهيدها دونك يتمثلنا فلسطين دار اللي غاس اللي غيقدر يتسد دونك الحاجية عجبن سواطاس. قدموا العديد من عروض مسرحية من بينها اللي تقدم واللي تحكي لنا على القضية الفلسطينية اللي يسندوها كاع الشعب الجزائري. عروض مسرحية تبقى متواصلة، والجمهور مدعو للاستمتاع بالتنوع الثقافي العالمي. فنيا دائما وبالباهية وهران نختم نشرتنا، حيث أسدل ستار سهرة أمس على فعاليات المهرجان الدولي للفيلم العربي بجوائز الوهر الذهبي، وسط مشاركة قياسية للعديد من الأسماء المعروفة في عالم صناعة السينما وطنيا وعربيا. مسين حمية. في السهرة الختامية لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الذي توهج لأسبوع كامل بجو المنافسة بين الأعمال المشاركة، عادت جائزة الوهر الذهبي للفيلم الروائي الطويل مندوب الليل من المملكة العربية السعودية. جائزة الوهر الفضي ظفر بها فيلم المرهقون من اليمن، فيما فاز بجائزة الوهر البرونزي فيلم ميسي بغداد من العراق. فخورين بهالجائزة، فخورين بأنه العمل استحسن وحاز على رضاكم. سعيد جدا أني موجود اليوم في وهران، هذه مرتي الأولى في الجزائر، وقد أسعدني جدا هذه الحفاوة الكبيرة التي حظينا بها من الجميع. كنا كلنا مبهورين، كان أسبوعا حافلا ومليئا بالمفاجآت، حقا لن ننسى هذه الطبعة. سمير الحكيم تحصل على جائزة أحسن دور رجالي في فيلم أرض الانتقام، أحسن دور نسائي عاد لحواء منى عن فيلم إن شاء الله ولد من الأردن. الجائزة الكبرى للجنة النقاد منحت للفيلم الطويل أرض الانتقام للجزائري أنيس جعاد، فيما عادت الجائزة الكبرى لأحسن فيلم قصير للمخرج لبيب مروان من تونس عن فيلمه ليني أفريكو. يمر مهرجان وهران في هذه الظروف الصعبة، لكن بإصرار ومحبة الجميع على إنجاح مهرجان وهران. هذا ومنحت اللجنة تنويه خاص لفيلم الإخوة طلبة من موريتانيا، وأحمد عماد من مصر. ثمينة اليوم تمت، وبقي تذكير بالعناوين. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية للتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بلبنان، إجلاء أزيد من 300 راعية جزائري من لبنان إلى أرض الوطن. وعلى أرض لبنان، الاحتلال الصهيوني يكثف عدوانه الغاشم ليمتد إلى العاصمة بيروت. وبفلسطين المحتلة، الاجتياح البري الصهيوني يخلف أزيد من 220 شهيدا. تماشيا وسوق العمل والتحولات الرقمية الحاصلة، تخصصات مستحدثة وتكوين نوعي يستقطب الشباب. العينة في نشرة اليوم كانت من ولايتي معسكر والجلفة. والقطب الجامعي الجديد بسوق أهراس، طفرة نوعية تضمنها الهياكل والتخصصات الجديدة.
في الذكرى 49 للوحدة الوطنية، القضية الصحراوية تكسب المزيد من الدعم والمساندة على المستوى الدولي. وفي منتدى شباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي بإسبانيا، مرافعات من أجل نصرة القضية العادلة. وبالمغرب، وضع اجتماعي يزداد تأزما في ظل فساد وتغول النظام المخزني القائم اقتصاده على ريع المخدرات. دائما نشكر لكم في الختام حسن المتابعة وطيب الوفاء. لقاؤنا يتجدد بكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.